بيتنا. هلا احتلوا انسان غالي. لما انتم تناموا على ريش العام ونحن ننام على الرصيف يكون في شيء غلط. براك ما شاء الله هالوردة بعدها مفتحة وعايشة. ايه وين الغلط؟ بوز اللي ظلمني وانا صغيرة وظلمني بعد وانا كبيرة. مو محلل يا يما، مو محللته يا يما، مو محللته. ما في طلعة من هني؟ السجن؟ ولا القبر؟ ولا القبر؟ ولا القبر؟ ممكن أسأل بعض الأسئلة عن الموضوع يا أخ جراح؟ اي نعم، كنت عندها طول الليل وما فارقتها. زارت السيارة، شو بدكم؟ أفهم كلامكم هذا تحذير ولا تنبيه؟ بيقولوا اللي بياكل شوكولا أو حلو آخر قطعة بيكون ألذ وأطيب شيء. ويا عيل شلون عيل؟ رح تبقوا نسايبنا. بس أنا بحب أثبت لك إني إنسان نظيف. أنا شو ما عملت ما بقدر كافي للوين. وتتبويك سبطار، وتتبويك سبطار. طب شو في ليه عم تلف وتدوري يعني؟ بحكي نحن معودين بصراحة. صراحة هي كانت تحبني أكثر ما أنا حبها. أنت تدري لو صاير فيك شيء أنا شنو ممكن يصير فيني؟ سامحيني يا أيوب. ما أنا مخلصك، أنت زوجتي غصبا عليك، غصبا على اللي يرضى واللي ما يرضى. بس يلا مسألة وقت.